المزيد من المتابعة تنضم إلينا من بيروت الأستاذة كارولين عكوم الكاتبة الصحفية. أستاذة كارولين، أرحب بك في البداية وأبدأ معك بالمؤتمر الوطني اللبناني الذي انعقد اليوم. هذا المؤتمر الذي يحمل اسم دفاعا عن لبنان بدعوة من حزب القوات اللبنانية، كيف قرأت المشهد خاصة مع نقص في الحضور من قبل قوى المعارضة لأسباب كثيرة حول الاتفاق عن ضرورة انعقاد المؤتمر من توقيته وأيضا الاتفاق على الأمور والأجندات الخاصة به؟ يعني لا شك هذا المؤتمر وليس الأول من نوعه. في أبريل الماضي كان حزب القوات اللبنانية أيضا كان قد دعا لمؤتمر أو لاجتماع موسع تحت العناوين نفسها، ولكن للأسف أن هذا يعني عن ذلك الوقت المؤتمر صدر بيان عن هذا المؤتمر، إنما يعني مفاعيله العملية أو مفاعيله يعني لم تجد، أو إذا قلنا ما صدر عنه لم تجد طريقها إلى التطبيق لأسباب معروفة في لبنان. الانقسام السياسي في لبنان، كانت الحرب في أوجها في الجنوب والانقسام السياسي. اليوم أتى هذا المؤتمر، هناك يعني لاحظنا عدم مشاركة من قبل مختلف الأفرقاء في المعارضة لأسباب تنوعت، بينما هناك من يعتبر أن هناك أولوية الآن يجب أن تكون لتضافر الجهود أكبر، لاجتماعات أكبر، للتنسيق أكبر قبل هذا الاجتماع، وبالتالي ليصدر بيان محكم إذا صح التعبير أو قوي أكثر وتجمع عليه كل المعارضة. هو خطوة جيدة في هذه المرحلة، لكن للأسف يعني المعطيات التي سبقت هذا المؤتمر لا يبدو أن ما سيصدر عنه سيجد طريقه إلى التطبيق. وكما قلت يعني لأسباب عدة، منها أن اليوم الحرب لا تزال قائمة في لبنان، منها الانقسام السياسي، لذا يعني اليوم الأنظار تتجه إلى الجهود الدولية التي تبذل ليكون الخطوة الأولى في إطار وقف إطلاق النار، ومن ثم للنظر داخليا للاستحقاقات اللاحقة من انتخاب رئيس للجمهورية، من تطبيق القرار 1559. يعني أعتقد اليوم يفترض النظر تدريجيا إلى الأمور أو إلى الخطوات التي يفترض أن تطبق بلبنان. هذا المؤتمر جمع بين القرار 1559 بين 1701، ونحن نعرف أن 1701 هو تطبيق القرار المتعلق بالحدود اللبنانية، بنشر الجيش اللبناني، بتراجع بإنشاء منطقة عازلة وتراجع حزب الله. 1559 هو يذهب بعيدا إلى نزح سلاح حزب الله. أعتقد اليوم أنه هذا الخلاف اليوم في لبنان بين أن يتم تطبيق هذه القرارات بفرد مرة كما نقول، أم أنه وراء يعني القرار 1701 ومن ثم القرار 1559. هذا الانقسام الذي تجلى اليوم في هذا المؤتمر والذي قطعه بعض الأفرقاء المعارضة، إنما أعود وأكرر لا شك أنه هو خطوة جيدة، إنما يحتاج طبعا إلى دعم أكثر، إلى اتفاق أكثر، إلى مشاورات أكثر، إلى مباحثات أكبر، ليكون قوي بما تستحقه اليوم الاستحقاقات أو الواقع اللبناني. ماذا عن المشهد الحالي بعد القصف والقصف المضاد، بعد التصعيد على الأرض؟ ما هو السيناريو المتوقع أستاذة كارولين؟ يعني اليوم كل الأنظار تتجه إلى المعركة البرية. لا شك كلنا نعلم أن إسرائيل هي متفوقة يعني في الجو وفي البحر، يعني وهي تهدد، وهي هددت بأنها ستستخدم وهددت الصيادين حتى في البحر. وبالتالي في الجو لا شك أن إسرائيل تقوم بعملياتها باتجاه ليس فقط المناطق التي تسيطر عليها حزب الله، لا سيما أنها يعني هي توسع هجماتها لتطال
المسؤولين أينما كانوا، يعني لم يعد هناك منطقة آمنة في لبنان اليوم. وهذا ما أثر سلبا طبعا على حزب الله الذي تلقى ضربات قاسية بالنسبة إليه، وهو أربك. لا شك أن حزب الله اليوم أربك بشكل كبير، هو لا يستطيع أن اليوم يعين أمين عام للحزب وكل ذلك. الأنظار تتجه اليوم إلى المعركة البرية لأنه الورقة الوحيدة التي لا يزال يملكها حزب الله، ويبدو أنها ليست سهلة بالنسبة إلى الإسرائيلي، لأنه كما نعرف يعني عندما تكون الأرض هي لحزب الله ولعناصر حزب الله، وبالتالي وإضافة إلى أن قدرات حزب الله في الجنوب لا تزال يعني قوية إلى حد ما، وبالتالي هو يعول اليوم على هذه المعركة الميدانية. وهذا ما سمعناه يوم أمس من المسؤول الإعلامي في حزب الله الذي قال أنه هنا من المبكر للحديث عن استثمارات سياسية. لذا أعتقد أنه من الصعب اليوم الحديث عن حل سياسي لتكون الكلمة للميدان، ولكن لا شك يعني هذه المرحلة بالنسبة إلى حزب الله لن تكون، أو المرحلة اللاحقة أو المرحلة في المستقبل اليوم التالي لن يكون بالنسبة إلى حزب الله كما كان قبل ذلك. وبالتالي أعتقد أنه يمكن الحديث جديا، يعني كل المواقف اللبنانية من المسؤولين تدعو إلى تطبيق القرار 1701، وهذا ما لمسناه يعني من قبل أيضا المسؤولين في حزب الله، وإن كانوا يترددون بقوله بشكل علني، إنما هم يقبلون اليوم بتطبيق القرار 1701. إنما اليوم الكرة للأسف في الملعب، في ملعب نتنياهو، باتت اليوم في ملعب نتنياهو، لأن حزب الله قبل ذلك كان قد رفض تطبيق 1701. اليوم المواقف اللبنانية تجمع على تطبيق هذا القرار، وبالتالي كما قلت يعني نتنياهو اليوم مصمم في المضي قدما في حربه للقضاء بشكل كامل على حزب الله وتطبيق القرار 1559، وبالتالي نزع سلاح حزب الله. المرحلة للأسف يعني لا يبدو أن هناك وفق المعطيات حل دبلوماسي قريب، إنما المعطيات الميدانية يبدو هي التي ستحسم في المرحلة المقبلة. ماذا عن، لو عدنا لدفاعا عن لبنان مرة أخرى، ماذا عن توقيت المؤتمر وأيضا المعادلة السياسية الجديدة المطلوبة التي من الممكن أن يطرحها المؤتمر، خاصة وأن واحدة من أجندة العمل في هذا المؤتمر هو الشغور أو الفراغ الرئاسي اللبناني؟ لا شك يعني مؤتمر المعارضة في هذا التوقيت بالتحديد هو كان ليقول أنه اليوم لم تعد المعادلات السياسية في لبنان كما كانت عليه في السابق، وبالتالي سيطرت حزب الله وحلفائه على البرلمان اللبناني، وهم كانوا يتمسكون بمرشحهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجي ليقولوا له أنك أنت لم تعد يعني لا يمكنك أن تتمسك أو بمرشحك. اليوم نحن ندعو إلى مرشح توافقي. لا شك أن المعادلات السياسية اليوم تغيرت في لبنان، وهذا ما قلته منذ قليل، أن حزب الله لا يريد أن يتنازل إذا صح التعبير، هو لا يزال يكابر، وهذا ما قاله المسؤول الإعلامي وبعث برسائل إلى المعارضين يعني عشية هذا المؤتمر، وقال لهم من المبكر الحديث عن استثمار سياسي. لذا يعني يبدو واضح أن الانقسام في لبنان لا يزال على حاله، ولكن كما قلت سابقا المعادلات السياسية والتوازنات السياسية في البرلمان اللبناني هي لا تزال على حالها من ناحية العدد النواب والكتل النيابية، لكن لا شك في المرحلة المقبلة لن تكون كلمة حزب الله يعني كما كانت في المرحلة السابقة، وهو الذي كان يعطل يعني البرلمان ورئيس البرلمان لم يدعو، كان يرفض الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس، وكان يربط هذا الموضوع بالحوار الوطني، وهذا الحوار التي كانت ترفضه المعارضة. اليوم كل هذه يعني المواقف وكل هذه هذا التصلب بالآراء لا شك أن سيطرأ عليه كل التعديلات بناء على هذه التوازنات السياسية التي حصلت اليوم بعد الضربات التي أصابت حزب الله. لكن يمكن القول أنه اليوم في لبنان هناك مرحلة من الإرباك السياسي، يعني المعادلات هي المعارضة تنظر إلى حزب الله أنه هو بات ضعيفا ولا يمكن التصرف كما كان يتصرف عليه في المرحلة الماضية، في المقابل حزب الله
وهو لا يزال يتمسك بموقفه، إنما على الأرض لا شك أن المواقف التي ظهرت مثلا من خلال رئيس مجلس النواب وهو حليف حزب الله نبيه بري، هو تنازل عن شرط الحوار، هو قال نحن نريد رئيس توافقي بعدما كانوا يتمسكون بمرشحهم، وبالتالي كل ذلك ما قلته هو هذا الإرباك السياسي الموجود في لبنان. الدعوات لانتخاب رئيس للجمهورية وإن كانت جادة وإن كان ولكن هي من الصعب تحقيقها في هذه المرحلة كعملية لتحصين الساحة الداخلية من مواجهة تمادي إسرائيل في عدوانها. إذن هل من الممكن أن يكون هناك مقاربة مثلا موحدة لموقف جديد يتعلق بالمرحلة الجديدة؟ تقصدين في هذا المؤتمر؟ نعم، يعني لا شك هو البيان من المتوقع أن البيان الذي سيصدر هو سيدعو إلى تطبيق القرارات الدولية 1559 وبالتالي نزع سلاح حزب الله، 1701 فيما يتعلق بالحدود اللبنانية ونشر الجيش اللبناني. ولكن هنا ما أقول، يعني المشكلة كانت في هذا المؤتمر أنه لم يكن جامعا على قدر التوقعات، وبالتالي بيان في هذا من هذا النوع في هذا التوقيت بالتحديد هو جيد، لكن تطبيق الخطوات أو تطبيق البيان الذي قد يصدر عنه ليس بالأمر السهل في ظل هذا الانقسام وفي ظل هذا الواقع اللبناني اليوم. شكرا جزيلا على هذه القراءة الدكتورة كارولين عكوم الكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا لك.